نذكر ما الحج. الحج له شروط وله أركان وله واجبات. شروط الحج: يجب الحج على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الحج. أول ما يخاطب بالكافر يخاطب بالشهادتين. العاقل خرج بحال المجنون، المجنون لا يجب عليه الحج. كذلك البلوغ فلا يجب الحج على الصغير، لكن إن حج فله أجر، ولكن لا يوسع عن حجة الإسلام. ثم الحرية وخرج بهذا الرقيق. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الرقيق. العموم طالما الآن لا وجد عندنا رق، إذا وجد يفتهم العلماء. ثم بعد هذا الاستطاعة. الاستطاعة تختلف باختلاف البعد الربع عن مكة، لأن بعض الناس يظن الاستطاعة أنها على ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الزاد والراحلة. الآن اختلف هذا. هنا الآن في هذه الأزمنة الاستطاعة الحصول على تأشيرة والقدرة على دفع تكاليف السفر من تذكرة وأجرة فندق وما إلى ذلك. هذا الدين يمنع من الحج؟ نعم، لا يأتينا. يبقى معنا الشرط الأخير، وجود محرم للمرأة إن احتاجت إلى سفر، وإن لم تحتاج فتخرج. إذا كانت مثلا مهمة تخرج إلى الحج لأنها لا تحتاج إلى سفر أصلا، فلا تحتاج إلى محرم.